السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأذن الله كل حفظه ساس درتد عدكم وابا عن دوبي إذا عدنا كسيد ديسان ربا دوينها إيه ديسان أذواء يا الله الله يا جرنا الأذواء مواد صومالي يحتاج مقا إيه قيمة عالمك أيا كل هذا إيه دلك هذا دلك هذا وكو جعليهين إلهي إذن كيس ودن كان حبه هي قرن نملتر يا كيني كرا وهالو ضل كان بدبادي وذو العيف الناس كبحي لأنهم كبحي سديت ميدي مكا ليبيريا نلا بالف لا أفجن بيا لا بالسان والدول لهاي ما قرتي مكا وحاو حب بدبادينا قرنك قرنك هذا بدبادي على الجلعة كلاف تليعي مارسو سميسو هو سوى كقبو ماشان بارمان ميالو بارلمان ميال الدول مطال حسن الشيخ محمد لبعت هذا مارتي وروق قبل أي ولاه كسي ولا ساس درت هنت عن أيده قرن أوبا هنت قرن باتهاي دت كذا كجعل دت كذا كجعل دل كذا كجعل دين كذا كجعل ولا لو مالن بعد ما نسا أنت فرحان ولا لو قالوا اسم مالن بعد ما نسا ما أنت بعد ما له مال هذا ما قال له ولاه كسم على تجاي وأمد سومالي دين تسو ولاه دت كان نص دجي هذا ما سو حقه alaaga badanin waa umada iyada samee aniga ragii hore oo siyaas baral la soo shaqeeyaan aha siyaas darteed qaran waxaan noqdo military dal aan military ahayn waxba ma noqonaayo walaalo military waa dhamaad meel cilmi ku dhamaanaya ragii tababar kale soo geliyay howlgalka la geliyay adoo waayo adeeg ku fiirsanayaan adigana walaalo calool jilaa iska dhaaf saraakiishka la shir go'aan qaata قاعان دولدا كذا مذا بنان تين إلى هم مذا بنان يقعد درج سوادو بنول يجري وعي تن هذا أكو جبنا نول ما هجيري نما ودولي نمو ولا لو جبر كست الصومالي يبيل كست الصومالي إيه أوي الصومالي إيه هوي الصومالي كو أول جودة يعني وان كو إني وان كو تغيين تعلن إيه ما عنا إلى هبا كسي أنا كه ما كسيني نوال كان عتاي أنت أصلاً كل برنا مسجرة أو واحد لقى سوى مالها هذا مدرب معنا مركز تبا حسن شو محمد جهوز جوار هم تاني شيء شات وين استقبا مك أصلاً وحبل كم سويسين أنا كان وحبل كم سوينا إين كان واحد كسوينا ميليتري كان واحد كسوينا ميليتري وكع إلهي كبقى دلك أول دار تين واي دلك أول دار تين واي دين تأول دار تين واي كع قرب كينا نحي كع بسم الله لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعا لدى ادونك ميل والبوات كجوكتان كوسو دوادة ورباهنتي نيكو بهاو دي ساوث ان ميديا كوبرايشن او لوسو قابيو SMC موادن كاس الصوماليات ماركيس عد كاس انوسو قدبيي اسلامر كانو ودن يد ايكو بيران تهي وانو قام هدنا قينا ماركيس معنين نلو ذاقي ليرقلنا يتسراكيش وغور يتليها حوقة فدرالك الصوماليات جنرال أدوى يوسف راقي وكل ليرقلنا يدلك إلوبة بادية إسلا أدوى هدان قب اللونو إساقي يتسراكيشي سي وحي لحظ لين عيدة مدى الصوماليا سي آن أوفيشال أهين وحينا أشاقين مهد صلاة ينسى إني سنكا أمر قادنين دبضة حبضة إيكا قليان هدي أي اسكو ديان إن أي تشوبان عيدة مدى قران كصوماليا ورتكو بضة ما يشاها سي مريسا ويحي إنتا سيدير مقلا أي تفاصيل مقالة بايدابو ما دام الدولان لقو يحي بايدابو وحي تري عيدة مدى إلى الجوغة ما أنسبان كشوبانينا قرشا بايدابو لود جيوحوا شبابا لودري أفرت دينا إيكا قلان مركي كباري ان بيدبا ان دولد فدرالك حسن اي ترادو عيدما قرمت اح ايان ادرينا ما دام دلك فدرالك صوماليات انك دولد يدحاء انه عاوينتا اي تلمامين ان ايوكو قنبضان مركي سكدب سيداسي ايوكو قبصدان مقالد بيدبا شريف حسن شيقادن اي تيم كيس اي قيان بيدبا قف قدود او اي كسو دركين دراد او بقلال اسكري ايوكو هرداي عيدما عصب اي ادرين أد بلوحجي حالي دياردو مسيحا شليتو للك ذلك إتوبيا إيو
حسن شيخ محمود وي كالا دقاقين دراد ورقد وان ادين شاقي حسن بلنتي با كبحدة الليلي وين عبدهاي لفتا قرين يسعيد عبد الله الدني ادي صوابا ايه كوكول مين دني وا اصابحي وحي الدحمر يواكو شاقي لفتا قرين الدني وحي لقوي الوحي الربتين ديار بين نغطاها دانا الدولة دا ايطوبيا وامنقا قسية سياسة دا قسية قرب والبو الربتان عبد العزيز لفتا قرين ما انت اما بريتو لينو كسور دوفا ادي صوابا قرشو واسدا لكن isagoo meesha fadhiya ayaaba markaysay la soo diray diyaaradihii afar diyaaradood oo ciidamada command dowska military ga Ethiopia ayaa markaysay ka soo dagay magaalada Baydhabo saacadii ugu dambeeyay xalay sidoo kale diyaarada afar military ga soo dagay ciidamada laga soo qaaday ceel Birde waxa laga soo dajiyay magaalada Baydhabo maadaama Baydhabo culays la soo saaray سراكيل baa laga soo qaaday xudur bakool mailand waajid waxaa laga soo qaaday ciidamo guutada sagaalad oo hoggaaminaya taliyaha guutada sagaalad colonel ali xabad oo u dhashay mailand markaysay baraawo saraakiil la taliyaala ayaa macne ka baxay oo diyaarad lagu qaaday intaas markay isugu tageen xarumaha ciidamada wixii xaruma ku jiray waa la soo saaray waxa la soo geeyay maayafulka ilaa 12 kun oo ciidan ayaa maanfulka xalay toole la keenay kooda habeenimo inay dhaqaaqaan bay ahayd ilaa 2 daynuun ay ku dhaqaaqaan gacanka laga la soo hadlay waxaa loo sheegay in 500 oo miinooyin ay ku jiraan baydhabo iyo daynuun ay inta u dhaxaysa tahayna miinooyinka in la saaro ciidamadu ay lugeeyaan tareerin lagu socdo kor ciidamada intay san dhaqaaqin 2 saacadood 3 saacadood baad dib loo dhigay shanta subaxnimo ayay ku soo beegnaayeen dhaqaaqooda inay ka soo dhaqaaqaan magaalada Baydhabo diyaaradii yeelay shati guduud international airport duqeynta iyaguna waxa way duqeynta way bilaabeen xalay toole way ku dhufanayeen anaga xataa anagoo inta joognaan maqleynay oo macnaheey technology-deena aan ka maqleynay taasoo ka dhigan yoolkooda hadaan soo koobo in wadadaasi dheer ay ku soo lugeeyaan buuraha kaba oo hadda ku sugan 7,000 oo ciidan ah qorshe waxa weeye daynuun ay markay soo gaaraan saldhigooda inay fariistaan xerada military-ga ah military-ga mailand dhowr kun ay soo dhaqaaqaan buuraha kaba ay yimaadaan buuraha kaba ugu yaraan 4,000 oo ciidamo inay ka soo raacaan leego in ay soo degaan leego in saldhig laga sameeyo ciidamo xoogan lagu reebo beledogle waxaa ku jira 6 ilaa 12 kun oo ciidan oo digil iyo mirifle ah oo daraawishta mailand oo toobaran iyagana inay soo raacaan iyadoo deegaan walba hal loo soo sifeynayo kadib warmaxan iyo dhulkan isbaarada inay soo xaqaan afgooye isku soo shubaan military iyo police mailand maamulkiisa leh in loo sameeyo ka gudbaan etiopiyaanka la socda in carbiska ay meesha bannaan degaan markaas kadibna ciidamada daraawishta iyo military-ga mailand in siinka dheer tarajay ay ka qotaan ceelasha biyahana maamulka ay la wareegaan sidaasaa qorshe uu yahay ma guuleysanayo mise ma guuleysanayo ee ma taalo marka iridaasi ay xiran tahay markaas kadib marka iyo baraawe in ciidamada diyaarada lagu soo daadiyo kuwii joogayna la xoojiyo dekedda marka iyo baraawe ay ka shaqeeyaan caasimadda mailandna si toos ah dowladda ay ugu soo guurto ay soo degto tarajaygu siinka dheer baa ballan ah ilaan waxba qarin mayne bahasha macnihii maalin cad baa la iscunayaa soomaan haa qof walba itaalkiisa meeshuu dhigo waxba qarin mayno waana la gaada hadhiina dadkan mailand haddii aad rabtay inaad burburisaan iyaguna saasay qorshaysteen xabaal qabri iyo qofka loo wadana lama kala qaliyo way soo socdaan ilaa iyo 10,000 oo ciidamo soo socda marka maca Itoobiyaanka lagu daro waayahay xasan sheekh maxamuud xukuumaddiisi iyo dowladdiisi way fashilantay sida xaqiiqada ah waxay gacanta ku hayaan haba yaraatee ma jiro haddaba qorshay u dejiyeen baarlamaanka federaalka soomaaliyeed qorshay u dejiyeen aan hadda wax yar idinkaga sheegaynaa walaalayaal maadaama baarlamaankii uu furmay
موشين كان هاد حسن شيخ يحكم الدين سيقول لارسي هين سيلو باجيان للاي هاي دمو جديد وحيد دجيين قرشاء ان بارلمانك صوماليا هذا المدوب اللي قصه قوية جابر يرقق عن يرياشي ساح جابر يرقق سوى القلي وايي جابر وانين رحوينا هو يدي سنة اي ديرتهاي سيدان قياسا ايو ماركيس ويسكدو بمين هذا وحي قرشيين مركا حلبان نادي ان مشاريع لوفرو مركا لمشغوليو هذي عيدة مدن ملتاريك صوماليا إنه وحلا قرينا مجران محان قرينا الدون كامل جوجناي أو أديك يجو مقرصنا يعني إنه دولان كويهين أي ربان شبه الله وس إنه قبصدان بيد ما إنه بربريا سيستم كاجا مقرينا يعني وابلوج جدا محاك قرينا إسا يا كبا قيا ديك قبصه وحب هوش هذا قبصه ديك وحقرصنا مش ميال وحب الله قرين مايو وحاجة لا إسكاله عنو جاجا مجي عيسى ما قرينا عنو جان أنا عدلي ما قرينا إلهها بعد الدون كيانا إلهها كسيي لول كاجا علاه وح لا قرينا يا مجرو قوش هذا برنان كلا إيمو أما كوجب أما كقول إيش صاحب شبه الله داس إن لو جد سوموج إن قادم ربان ما علن كبلوجا يكوسا جنب سوموج ما قرينا يا مرك هذا إن الرحوين تاي ما قرينا إن إذا ما الله هاي ما قرينا الله برنان كصور دقي إذا ماذا مرك إن لول كاجا قوسا سعتي ما حك قرينا هم ما إيش بدو له تعال وح لا قرينا يا بيا رات مجرو iyaguna waxay hayaan soo daayaanu dadkaana dhulkooda haq qabsadaanu wax la qarinay male dhulkan xitaa hadii lagu jabo raweyn jabhad bay u noqon arar hadda ma ku sheegani tarajaygaasi siinka dheer inay dhigaan way ka go'an tahay ha inaan la qabsan mardama biyaha aan laga iibinin dhulkaaga macnihi iyo dadkaaga wax la kala qariyo male way soo socdaan way soo lugaynaayaan ciidamada miina hadii loo galiyo way iska baarayaan anaga baad sheegayna way soo socdaan hadaba daynuunay dagaal ka socda Soomaali way soo dhaqaaqeen ciidamada dagaalkuna waa hand into winned way ma aha dagaal diyaarado meel lagu duqeyay ama baabuur dad saaran oo carraaymaan hand into winned milii u dhaaf ingiriisiga si kale waa dagaal gacanta la iskula tagaayo oo aan la kala joogsanayn gacanta la isgelinayo kafool kafool la isaga hortagaayo dhulkan ama raweyn in laga tirtiro ama raweyn in dhulka dad u dad noqoto dagaalku waa sida waa la reebanaayo male bikaas waa la baabinaaya marka waxba la qarin maayo waxa wax qarsan ma dadku way soo socdaan kuwana way ku socdaan inay ka hortagaan ay rabaan this clear marka walaalayaal baarlamaanka si loo mashquuliyo mashquul loogu rido xildhibaanada in mashaariic loo furo sheekadii NGO ga Xasan Sheekh Maxamuud sidaas hadda miiska saaran xildhibaanada Soomaaliyeena way daawanayaan ummada Soomaaliyeedna way fiirsanaysa marka waan u digaynaa فيري هدي بارلمان كي لايدين كحيري واي هدي لايدين بابئين واي هدي قدوميين اللي دلي واي يقدومياشيني هدي جنسيك لايدين كو شعب بضاين ماغي لايدين كو وسقين ماغي شعبك لايدين كو دري ماغي او عاد واح عاصر دان كي قولي ستندم جديد او حسن شرقية دولة دي سعوليس او فولي هاد قرشا وحاوي حل دبانا دا ان لكالد دلو او لا يرادو هديك مشروع عاصان كسيني هديك انا مشروع عاصان كسيني adiga mashruuc asa in mashaariic loo furo balan qaadiyo loo sameeyo hunguri laga soo rido hada ma fahmaysa hadhow marka danta la gaarana la dilo ama markay se la baabiyo walaalayaal qorsho waa sidaas qodobkaas isaga ah waa fahamteen baan u maleynaya waxaan rabaa inaan markay se u noqdo waa la isku dhadhagan yahay riwaayad la yaab leena waa la jilaya riwaayada la yaab kale waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri gudi baan saaray gudi baaraya dhacdadii hotel rose ka dhacday ayaan sameeyay waxa baaraya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa baaraya leeyin laakiin sheekada qosolka badan waxa weeye mahad salaad oo talii nisaa oo baabuurtaasi meesha soo gashay isagoon ogeyn aan soo geli karin qaraxa samaysay iyo ragga dadka baabiyay ayaa la baaraa ayaa la yiri haddana Xasan Maxamuud salaad waxa la si ku meel gaar baa jagada looga qaaday taliyaha Nisa si ku meel gaar ah looga qaaday yaa loo dhiibay ma waxaa loo dhiibay raxweyn
ما وحلو دي بي دارود ما وحلو دي بي در ما وحلو دي بي باش الشنان جرير ما